هدوء حذر يسود مدينة بنغازي شرق ليبيا بعد ساعات من الاشتباكات بين الجيش ومسلحين من جماعة أنصار الشريعة السلفية. المواجهة التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين دفعت الجيش إلى إعلان حالة النفير العام في المدينة، ودعا العسكريين إلى الالتحاق بثكناتهم ووحداتهم بشكل فوري. جماعة أنصار الشريعة رموا على مجموعة من الصائفة كانوا ماسكين المفارق، في المفرق خطوا عليه. مسؤولون أمنيون قالوا إن الاشتباكات نشبت عندما كانت قوات عسكرية خاصة تتعقب مشتبها به في منطقة تنشر فيها جماعة أنصار الشريعة نقاط تفتيش، لينتشر القتال فيما بعد في مناطق متفرقة من أحياء بنغازي. تأتي هذه التطورات بعد أسبوع من مقتل أكثر من 40 شخصا في طرابلس في مواجهات بين محتجين سلميين وميليشيات مسلحة أثناء مطالبتهم برحيل كل مظاهر التسلح من العاصمة. يصير مشاكل بين القوات من فوق، ويصير مشاكل بين الدولة، ويحطوا في الشعب شنو في النص، عرفتوا؟ يصير اشتباكات بين أنصار الشريعة والسائقة، هيخلونا نقدموا الشعب يموتوا منهم شوية في سبيل إن شنو الكتيبة هذه ما اشتغل. طبعا مش أول مرة يعني. ورغم المساعي التي يبذلها الجيش الليبي لاحتواء من يصفهم بالمتشددين الإسلاميين والميليشيات التي شاركت في الإطاحة بنظام معمر القذافي، فإنه ما زال يواجه الكثير من التحديات الأمنية. وأمام هذا الوضع أعرب وزيراء الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني ويليام هيغ استعداد بلديهما لمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار الأمني الذي تحتاجه.